للحديث أكثر عن استمرار مأساة المهاجرين غير الشرعيين العراقيين عبر الهاتف من مالمو معنا عضو التحالف الوطني المعارض الأستاذ لبيد الصميدعي. أستاذ لبيد، مرحبا بك. تتفاقم أزمة المهاجرين العراقيين غير الشرعيين مع دخول الشتاء في ظل انتظار شهور على حدود بيلاروسيا للعبور إلى الاتحاد الأوروبي. لماذا تستمر الأزمة كل هذه الشهور من دون حل جذري؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. الحل الجذري غير ممكن حاليا في ظل الحكومة الحالية في العراق. الحل بالحقيقة هو من العراق، يبدأ من العراق، لأن الهجرة من حيث المبدأ الهجرة هي حق من حقوق الإنسان الشرعية، ومن حق كل إنسان أن يهاجر ويختار بقعة الأرض التي يرى أنها هي تناسب حياته ويرغب في البقاء فيها. وهذه بالحقيقة مسألة الهجرة هي من قديم الزمان كانت موجودة وما تزال يعني، لكن الظروف التي دفعت العراقيين للهجرة معروفة، وهي تحت عنوانين، العنوان الأمني والعنوان الاقتصادي، وربما يأتي الحديث أكثر تفصيلا على هذه المسألة. لكن حاليا الأزمة تكمن في، هناك ثلاث رؤوس لمثلث الأزمة، يبدأ من العراق طبعا كما نوهنا قبل قليل، هو أس المشكلة هو الحكم الحالي، الحكومة الحالية والظروف القاهرة التي دفعت الناس إلى الهجرة. وهناك الرأس الآخر لمثلث الأزمة هو يتمثل بالحكومة البيلاروسية. الحكومة البيلاروسية يحكمها ما تسميه الصحافة الأوروبية أطلقت على ألكسندر لوكاشينكو بالديكتاتور أوروبا الأخير، يعني باعتباره أنه قام بعملية قمع للمتظاهرين والناشطين المعارضين لحكومته عام 2020. وبسبب هذه السياسة القمعية التي مارسها النظام البيلاروسي طبقت عليه دول الاتحاد الأوروبي عقوبات معروفة يعني. طيب. وهو ردا على هذه العقوبات أصبح يحاربها بتدبير حملات هجرة. طيب. على حدودها من جهة ليتوانيا ثم من جهة بولونيا، وأكثر المهاجرين كما نعلم هم من العراق، لذلك أصبح تسهيل عملية الفيزا وتسهيل نقل المهاجرين من المطارات بيلاروسيا إلى الحدود الليتوانية وبولونيا كان بتسهيل من السلطات البيلاروسية. إذن فهي فالعملية بالحقيقة هي حملات مدبرة من قبل الحكومة البيلاروسية. طيب. على الرغم أستاذ لبيد من إعلان وزارة الهجرة في العراق أنها أجلت ما يقرب من 3500 مهاجر، يعني كيف تقيم تدخل الحكومة في بغداد لحل الأزمة؟ هذا الرقم سمعنا بهذا الرقم، لكن الرقم بالحقيقة مشكوك به. أنا حسب المعلومات التي تحققت منها بالحقيقة لم يصل إلى 700 مواطن عراقي تمت إعادتهم من الشريط الحدودي أتصور البولندي البيلاروسي إلى بغداد. يعني الأكثر المهاجرين ويبلغ عددهم أكثر من 4000 مهاجر معظمهم من العراق حاليا عالقون على الحدود البولونية يعني، وكانوا عالقين قبلها على الحدود الليتوانية البيلاروسية. لم تفلح المحاولات، وهي لم تكن محاولات جادة من قبل العراق الحكومة العراقية، هي محاولة لذر الرماد في العيون، لأنه العراق مرسي عليه ضغط من قبل الاتحاد الأوروبي خصوصا من قبل ألمانيا، لأن ألمانيا هي الدولة الأقرب إلى بولونيا، يعبرون من خلال بولونيا إلى ألمانيا. لذلك ألمانيا طلبت من العراق إيقاف الرحلات الجوية إلى بيلاروسيا والعراق الخارجية. يعني لو لم تكن تلك الضغوط أستاذ لبيد، هل نرى أن هناك تدخلا حكوميا؟ لا طبعا، لا يوجد، لأنه هناك بالحقيقة تواطؤ غير معلن بين الحكومة العراقية والحكومة البيلاروسية في هذا المجال. الحكومة العراقية لديها مصلحة بترحيل الشباب، بإخراج الشباب خصوصا الشباب العاطلين عن العمل والذين يعانون من أزمات نفسية بسبب أنه عدم اشتغالهم، بسبب أنه تخرجوا كثير من هؤلاء الشباب المهاجرين
هم بالحقيقة خريجوا جامعات ولم يجدوا أي تعيين ولم يجدوا توظيفا في بلدانهم، وهناك البطالة متزايدة. يعني نحن الأمم المتحدة أعلنت أن بأكثر من 8 ملايين شاب عراقي عاطل عن العمل حاليا، هذا عدد ضخم كبير، نسبة عالية. هذه واحدة من المشاكل التي تدفع الناس إلى الهجرة. العراق يريد أن يتخلص من هذه، لأنها الشعب العراقي كله أصبح معارضا للحكم السياسي والطبقة السياسية الحاكمة الآن، وخصوصا الشباب. ونحن نعرف أن الانتفاضة تشرين جسمها الأساسي هو يتكون من الشباب، يعني العشرينيين والطعشيين والخريجي جامعات والطلاب إلى آخره. فمن مصلحة الحكومة إفراغ هذا الكم من الشباب إلى الخارج. يعني فهناك تواطؤ واضح بين الحكومة العراقية والحكومة البيلاروسية في هذا الشأن. هناك من يعني سقط يعني قتيلا بين صفوف العراقيين برصاص حرس الحدود في ليتوانيا، يعني القوات الليتوانية، الحكومة الليتوانية أعطت الضوء الأخضر لقواتها بمنع اللاجئين العراقيين. يعني ما هو موقف الحكومة في العراق من هؤلاء الذين يعني نزفوا وقتلوا هناك؟ يعني وما هو موقف الحكومة بالحقيقة من الدفاع بالدماء التي تنزف يوميا في داخل العراق؟ يعني وفي مقدمة هؤلاء الشباب الذين انتفضوا ضد الحكومة العراقية، يعني هناك مئات الأبرياء الذين قتلوا تحت نظر وسمع الحكومة العراقية، وتعرف من القاتل ومن هم الجنات الذين يستترون تحت اسم مسميات كالميليشيات أو الطرف الثالث وهكذا. والدم العراقي في نظر الحكومة العراقية دم رخيص لا قيمة له في داخل العراق، فما بالك على الحدود بين بيلاروسيا وليتوانيا. من السهل على الحكومة العراقية أن تقول هذا هو مصير الشباب، هذا خيارهم، هم الذين قرروا الهجرة وعليهم أن يتحملوا مسؤولية ما يحصل. يعني عندما تتابع هذه الصور وهذه الظروف القاسية التي يمر بها العراقيون المهاجرون والعالقون هناك، يعني صور قاسية في هذا البرد القارس، وهناك من يعني توفاه الله يعني نتيجة هذه الظروف، نتيجة البرد، نتيجة المرض إلى آخره. في ظل كل هذه المعاناة الإنسانية المتفاقمة، نرى أن اللاجئين أستاذ لبيد يعني يقابلونها بإصرار غريب. ما الذي يجعلهم مصرين ومتمسكين بموقفهم رغم هذا البرد وهذا الجوع والانتهاكات من قبل حرس الحدود؟ نعم، هذه بالحقيقة يعني هو هذا السؤال، هو السؤال الجوهري في هذه المسألة، وهو هذا ذلك. فأس المشكلة يكمن في العراق وفي الحكومة العراقية. يعني لو كانت هناك حكومة عراقية جادة وحريصة على الشعب العراقي لما خرج العراقيون، لما تركوا بلدهم. العراق بلد خير وبلد ثروات، ويطفو على بحر من البترول والثروات المعدنية، بالإضافة إلى أن العراق فيه مشاريع معطلة كثيرة يمكن أن تستوعب ملايين الشباب العاطلين عن العمل. ما يجري في العراق بالحقيقة أن العراق أصبح مسلطا عليه من قبل تتحكم به حكومة فاسدة، يعني نهبت أموال العراق وأهملت كل المشاريع، معظم المشاريع الصناعية والمشاريع الزراعية، وأصبحت معطلة. هناك شلل في القطاع التجاري والقطاع الصناعي والقطاع الزراعي أيضا. حتى في مسألة البطالة بالحقيقة الحكومة العراقية تسهم في تعميق البطالة ومفاقمة الأزمة الاقتصادية في البلد. هذا من الجانب الاقتصادي، هناك حديث طويل على هذه المسألة، ونحن نعرف حجم الفساد المتعاظم في العراق. والمسألة الأخرى هي المسألة الأمنية، لا يوجد أمن بالعراق، الناس لا توجد أي ضمانة لأمنها ولحياتها في العراق. هناك انتهاكات وهناك دماء تسيل بسبب تحكم قوى عصابات تسمى ميليشيات أو مسميات أخرى تتحكم بالشارع العراقي، وتستطيع أن تستبيح أي بيت من بيوت العراقيين أو تختطف الشباب وتحت أي ذريعة من الذرائع. هذه الحالة الأمنية السائبة الحالية في العراق منذ 2003 وإلى يومنا هذا، وهي في حالة تزايد وتفاقم،
هذه هي أيضا هي العامل الأساسي بالحقيقة الذي دفع العراقيين إلى ترك بلدهم. هذه ظروف قاسية بالحقيقة، لا يمكن أن تحل إلا بحل جذري يكمن في زوال هذا النظام السياسي الذي هو كان وراء هذه الأزمات وهذه الظروف القاسية. من ملموع عضو التحالف الوطني المعارض الأستاذ لبيد الصميداي، شكرا جزيلا لك.